السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل كاسات الشوكولاتة والكاستر بالكنافة. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 كيس بودينج الشوكولاتة، هذا ينباع جاهز. ضفت له 1 لتر حليب، وممكن تشاهدون فيديو صلصة الشوكولاتة وتستعملوها إذا ما متوفر هذا البودينج. خلطته ويا الحليب وخليته على النار وتركته إلى أن يثخن مثل ما تشوفون. خلطته على نار متوسطة وبقيت واقفة يمه إلى أن انخلط وثخن، لتركوه حتى يصير ناعم. هنا بدأ يثخن، راح أضيف له شكر. هنا ضفت له 3 ملعقة أكل شكر وخلطت زين إلى أن تأكدت أنه الشكر ذاب، وبعدين راح أضيف للجيمر. هنا مثل ما تشوفون ثخن زين، راح أضيف له 1 ملعقة أكل جيمر، وممكن تضيفون أكثر إذا تحبون، يصير طعمه كلش طيب بالجيمر. وشلته، من بعد ما شلته خليته بهاي الكاسات، أخلي تقريبا 1/4 الكاسة وراح أتركها تبرد، راح أخليها بالثلاجة إلى أن تبرد. وبديت هنا أحضر الكاستر. عندي أيضا 1 لتر حليب، يعني 4 كوب، وضفت له 4 ملعقة أكل كاستر باودر، هذا اللي شفتوه هسه، وراح أضيف له 4 ملعقة أكل شكر. هاي الخليط كله راح اخليه على النار الى ان يثخن ويصير عندي كاستر، وهم اضيف له 1 ملعقة اكل جيمر. انا عندي كنافة حمصتها على النار بقليل من الزيت النباتي وصار لونها ذهبي، وراح استعملها بين الطبقتين مالت البودينج والكاستر، يصير طعمها طيب. هاي الكنافة مثل ما تشوفوها مكسرة ناعمة ومقلاية بقليل من الزيت. من بعد ما برد البودينج طلعته من الثلاجة وخليت عليه طبقة من الكنافة. وهنا عندي الكاستر تقريبا بدأ يثخن بهالصورة، وراح اخلي له 1 ملعقة اكل جيمر. خلطته زين وراح اشيله واصبه فوق الكنافة، فوق شعرية الكنافة. هسه شوفون هنا صبيته، وأزين الوجه بقليل من الكنافة، أو ممكن تزينوها بفستق حلبي أو بجوز أو بلوز حسب الرغبة. هاي مثل ما تشوفون أنا خليت عليه قليل من الكنافة وراح أخليه بالثلاجة إلى أن يبرد وقدمه. هاي الكاسات لذيذة جدا ومغذية، وبشهر رمضان يعني ممكن واحد يستعملها بالفطور أو بالسحور، وقدمتها بهالصورة، وهذا شكلها النهائي. جربوها وصيام مقبول وإفطار شهي وهني.